طيب كابتن سيد، برضو طمنا على بعض اخبار اللاعبين. يعني هل في كلام عن مثلا، انا عارف طبعا انه ده مش وقته، ولكن في النهايه وجود كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، اعتقد ان لازم نساله هذا السؤال. يعني في كلام عن اشاعات عن موضوع مروان محسن، ان مروان محسن عنده مشكله مع الجهاز الفني، هل الكلام ده كلام حقيقي او حضرتك شايفه ازاي؟ لا طبعا، يعني هو الكلام وارد ان هو يحصل على اي مروان، بس ده وضع طبيعي طالما انت بتلعب في الاهلي او بتشوف عندك المفهوم اللي هو يعني انت لسه الموسم ما انتهاش. انا كنت لسه بكلمك من دقيقه، ما اعرفش الجمله وصلت ولا لا. احنا كل البطولات اللي خدناها كانت مقابلات السنه اللي فاتت، مظبوط. يعني احنا عايزين نتكلم على السنه دي. ايوه، واللي هيحققها البطولات بتاعت السنه دي هي اللعيبه المقيده حاليا. ايوه، فالكل لازم يكون متجهز كويس قوي، الكل يكون متحضر بشكل كويس قوي، وان شاء الرحمن ربنا يكتب على رجلي اي حاجه من المقيدين واللي موجودين والتوفيق وحظ البطولات باذن الله. كابتن، طمنا على وليد سليمان، هل في حصل حاجه النهارده في التمرين او كده؟ يعني طمنا عليه. يعني بكره هنشوف نتيجه الاشعه ايه، وهي حاجه في الحاله الخلفيه كده، ويا رب ان شاء الله تكون حاجه خفيفه.